ساكن في شبرا شارع امام الحسين، بيت رقم 49 فرع معمر بن الخطاب، عند عمرو بيه من 3 شهور كسر الباب وخد الاشهر في اسمه حسن، الحكومة دي 3 شهور عشان مستوى فشل حاليا دلوقتي انا ما شفتش غير 3 شهور والدته اللي بتروح له واخوه اللي بيروح له. واسماعيل زهبي يدفع رسم اسمه اول شبرا الخير. معامل مباحث اسمه اول شبرا الخير. مصطفى احمد. شكرا. البلد تتضمن وتخرب كلها. فين الاهالي العادي؟